إذن أصدقاء ديالي هكا الويفي ديالي خدم مزيان بيان أكتيفي انطلاقا من هادوك لي 4 سوليسيون لي في. السلام عليكم، اليوم غادي نشوفو مشكل ديال لا كونيكسيون ويفي. غادي نشوفو جوج ديال لي بروبليم اللي كتشوفو في ليماج اللي حداكم. البروبليم الاول وهو كيكون الويفي اصلا كاين اكزيست ولكن كيكون عليه علامه الحمر. البروبليم الثاني وهو كيكون واحد لوكاهو وعليه واحد العلامه الحمر طبيعي الحال بحال اللي كتشوفوا في ليماج. غادي نبداو بالبروبليم الاول اللي هو كيكون الويفي اصلا كاين ولكن عليه واحد الكروه بالحمر. فهاد المشكل هذا عندنا ليه جوج ديال الحلول. الحل الاول وهو كنمشيو للكلافي ديال لورديناتور ديالنا، سورتو الا كان عندنا اورديناتور بورطابل، وكنمشيو وكنلقاو لتحت في لي بوطون بالضبط حدا الت ما بين كونترول و الت ما بين كونترول و ويندوز باردون، كنلقاو واحد لو بوطون اف ان. ف اما كنلقاوها بالاورانج بالليموني او كنلقاوها بالزرق، فكنكليكيو على هذاك ف كنبقاو مكليكيين عليها وكنمشيو كنكليكيو على واحد لو بوطون كيكون الفوق في لو طوب في الفوق في الفوق مره، كيكون اما حتى هو بالزرق ولا بالاورانج وكيكون عليه واحد العلامه ديال الويفي. فلاحظوا انا غادي نكليكي عليهم دابا وكتلاحظوا بان الويفي ديالي غادي ديزاكتيفا. فغادي نكليكي على ف وهذاك لو بوطون فكتلاحظوا بان الويفي ديالي ها هو ديزاكتيفا. اذا هذا هو الحل الاول، غادي نرجع غادي ناكتيفيه. الحل الثاني وهو غادي نمشيو للجيستيونير دي بيريفيريك وغادي نوريكم واحد لو تروك كاين في لو بيلوت تما. غادي نمشيو لو بروبريتي، كليكي بالدغوا في لورديناتور بروبريتي جيستيونير دو بيريفيريك اي ابري غادي نمشي لهنا. عندي هنا ديل ويرلس وعندي هنا هاد لو سيري هذا. دونك البيلوت ديال الويفي او الدرايفر ديال الويفي اكزيست كاين، ولكن بوسيبل يقدر يكون ماشي نفس لا فيرسيون ديال لورديناتور ديالي. دونك شنو خصني ندير؟ ديزانستالي، كليكي هنا ديزانستالي او نجرب نديزاكتيفي. يقدر يكونوا انستاليين جوج باغ اكزومبل، يقدر يكون عندي شي واحد اخر انستالي هنايا، نجرب نديزاكتيفي. لا ما نخدمش ديزانستاليه في مره ونرجع نمشي لجوجل نشد السيري ديال السميه ديال لورديناتور ديالي ونكتب حداها لا مارك. مثلا لورديناتور ديالي عندي اكس، نكتب حداها لو سيري ديالها ونكتب حداها بيلوت ويفي. هكا غادي يطلعوا لي بزاف ديال لي ريغيرش، غادي يختار واحد ونعاود نانستالي. دونك هادو جوج ديال الحلول ديال لو بروبليم الاول اللي هو الويفي كيكون اصلا اكزيست كاين ولكن عليه كروه بالحمر. لو بروبليم الثاني وهو بحال اللي قلنا الويفي ما كاينش، كاين غير واحد الكارو هنايا في البلاصه ديال لا كونيكسيون ولكن عليه كروه بالحمر. فغادي تجيو وغادي نديروا واحد لي تيست هنايا. فهذا الحل ديالو غادي يكون بجوج طرق. غنمشيو اوفغيغ لو سونتر بارطاج ريزو اي بارطاج اي غادي نختارو موديفيي لي بارامتر دو لاكارت. ابخي غادي نجيو هنا الكونيكسيون سون فيل، كليكيو عليها بالدغوا وغادي نديرو ديزاكتيفي. كتلاحظوا بان الويفي ديالي ها هو هنايا ديزاكتيفا. دونك هذا الحل الاول. كنجي كندير اكتيفي وكنرجع لا كونيكسيون ديالي باش نديرو تيست ثاني على لا سوليسيون الثانيه. سوليسيون الثانيه كنرجع كنمشي للبيريفيريك د لورديناتور بحال اللي مشينا في الاول وغادي نرجع نمشي للجيستيونير دو بيريفيريك وغادي نمشي لو بيلوت ديال الويفي ديالي هنا. فغادي نجرب غادي ندير له ديزاكتيفي وي. كتلاحظوا هنا بانه ها هو ديزاكتيفا وديزاكتيفي بحال ديزانستالي. الا كان لا ديزاكتيفيناه راه بحال اللي ديزانستاليناه، ولكن الافضليه ديال ان ديزاكتيفي كتقدر ترجع تاكتيفيه بلا ما تعاود تانستالي. اذا كتلاحظوا هنايا هو ديزاكتيفا، دونك غادي نرجع وندير له اكتيفي. اذا هذا هو لو بروبليم الثاني. دونك اذا كان عندكم اذا ما كانش عندكم بيلوت ديال الويفي هنايا فغادي تمشيو تقلبوا عليه في جوجل تكتبوا لا مارك ديال لورديناتور حداها السيري حداها تيليشارجي مثلا بيلوت ويفي وغادي يطلع لكم لي ريزولطا وغادي تانستاليوه. دونك هذه هي لا سوليسيون ديال لا بروبليم 2. وهكا كنكونوا كملنا اربعه ديال لي سوليسيون ديال دو بروبليم اللي هما ماجور اللي كيكونوا في لا كونيكسيون ويفي ديالنا. دائما ما تنساوش مرحبا بلي غومارك ديالكم، مرحبا بلي كيستيون ديالكم. دائما كنحاول نجاوب مع الاخوه اللي كيستشروا معايا سواء في فيسبوك سواء واتساب سواء في جيميل سواء في لي كومونتير.